زي ما هي حاجة جادة كده. ممكن طبعا لأنه برضو عندك برضو من الشعر الغنائي، هذه دي ده برضو ده اتجاهها مهم هاي، أو الشعر الجاد بالنسبة للاتجاه الثاني. وما قادر أفكر فيك وما عارف منو تدوخ جداول الموية في واديك، منو نوخ ركابه وجاك ويتحزم وصادم فيك، وهل كان ضفتك سكة؟ ولو كان نارك المشوار منو اللي بيمشيك؟ وما عارف بحر انت، شجر انت، قمر انت، مطر انت، سمر انت، ولو كنت البحر انت منو قال لك انا الضفه وبتجري معاي؟ ولو كنت الشجر انت منو قال لك تسويني الارض تخضري في جواي؟ ولو كنت المطر انت منو قال لك تسويني السحاب وتصبي من عيني دموع؟ ولو كنت السمر انت منو قال لك انا الزهجان وكل ما يوم خيالي قديم ادافر علي؟ منو البلل بيجيبك لي؟ وما عارف. يا سلام يا سلام، جميلة جميلة.